وحول مجريات التصويت في الخارج، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي سعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أهلا بك سعادة السفير في هذه النشرة. بداية، كيف كانت استعداداتكم لجولة الإعادة في الانتخابات النيابية؟ يا مرحبا وسهلا. بداية، حقيقة اليوم كان التجمع طبعا مثل المرحلة أو الجولة الأولى من الانتخابات، الأخوان والأخوات، اللجنة المنظمة لهذه الفعالية. التجمع كان طبعا من الصبح الساعة 6 صباحا، وكانت الاستعدادات بالفعل كانت يعني مثل ما كانت الجولة الأولى، ويمكن الحضور كان أفضل من الجولة الأولى، وهذه ما تميز فيه المواطن البحريني اليوم من بدينا من الساعة 8 صباحا. حقيقة اليوم لمسنا في المواطن البحريني حريص على الحضور، حريص على القيام بواجبه الوطني والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير. ما زلنا طبعا نستقبل الزوار إلى هذه اللحظة، العدد ما شاء الله عدد جيد مثل المرحلة الأولى، ونتوقع الآن في المرحلة ما بعد الظهيرة يكون في إقبال أكبر. نتمنى أن احنا يعني ننتهي على خير في هذا اليوم اللي نعتبره يعني يوم وطني وواجب وطني ويوم سعيد لنا جميعا كبحرينيين. العديد شارك سواء كان من زوار دولة الإمارات أو المقيمين في دولة، المواطنين المقيمين في دولة الإمارات العربية، من مختلف الأعمار، من مختلف خلينا نقول الإمارات الأخرى اللي يعني خارج أبو ظبي. احنا طبعا عندنا مقرين في الإمارات، مقر في سفارة البحرين في أبو ظبي، والمقر الآخر في القنصلية العامة في دبي. إن شاء الله يعني احنا نتمنى ان الناس قدرت توصلنا بسهولة، والحمد لله لم نواجه أي صعوبات ولا نواجه أي مخالفات حتى في المرحلة الأولى. وإن شاء الله يعني نتمنى التوفيق لكل المترشحين إن شاء الله. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق. سعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة، سفير مملكة البحرين في أبو ظبي، شكرا جزيلا لك.